السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا 5 عوامل بيقدروا ان هم يتحكموا في اللزوجة الخاصة بالشامبو، مش في الشامبو بس، في الشامبو، في الهاند سوب، في الشاور جيل، اي سيستم او اي نوع من انواع البرودكت اللي قايم على استخدام السيرفكتنت كمادة فعالة. واحنا قلنا قبل كده ان السيرفكتنت ده هو المادة اللي لها تأثير على التوتر السطحي بتاع البيض، وممكن يبقى عليه شحنة سالبة بنقول عليه انيونيك سيرفكتنت، او ممكن يبقى عليه شحنة موجبة بنقول عليه كاتيونيك سيرفكتنت، او يبقى متعادل الشحنات وبنقول عليه نون ايونيك سيرفكتنت، او ممكن يبقى عليه شحنتين سالبه او موجبه الاثنين مع بعض بنقول عليه انفوتيريك سيرفكتنت. يبقى اي سيستم دلوقتي بيحتوي على سيرفكتنت ممكن ان احنا نتحكم في اللزوجه بتاعته بخمس طرق مختلفه. طب ايه هم الخمسه دول؟ اول حاجه نسبه الاملاح اللي بيتم اضافتها على المنتج. نسبه الاملاح ممكن تبقى صوديوم كلورايد، ممكن تبقى مغنيسيوم سلفيت، ممكن تبقى نسبه الايديت اللي بيتم اضافتها، كذا نوع من انواع الاملاح اضافتها على السيستم بتاع السيرفكتنت او بتاع البرودكت بتاعي اللي بيحتوي على الشامبو او الشاور او الهاند سوب ممكن ان هو يساعد في عمليه رفع اللزوج، بس ده مش على طول، ده طبقا لنوع السيرفكتنت المستخدم. يعني في بعض انواع السيرفكتنت اللي بتقبل اضافه الملح، وفي انواع تانية مهما ضفت وزودت من كميه الاملاح مش هترفع معايا اللزوج. طب ده رقم واحد وهنتكلم عليها بالتفصيل واحنا شغالين العمل. رقم اتنين اضافه نوع من انواع البوليمر. البوليمر يعني حاجه كده زي الكربوبول، حاجه كده سينسيتك ممكن ان هي تعمل جيلنج للميه فترفع لي اللزوجه الخاصه بالشامبو. ومش اي نوع من انواع البوليمر ينفع ان هو يشتغل في السيرفكتنت سيستم. ليه؟ لان معظم البوليمرات بتتاثر بوجود السيرفكتنت وبتتاثر كمان بوجود نسبه الاملاح اللي موجوده في المنتج. ثالث حاجه هي اضافه نوع من انواع السليلوز زي التايلوز مثلا، وده برضو بيساهم الى حد كبير في عملية رفع اللزوجة بتاعة المنتج، لكن برضو مش هو اللي بيديني الشفافية الكويسة، يعني يقدرش يديني ترانسبيرنسي للمنتج حلو قوي، خصوصا لو انا شغال على منتج شفاف مش حاطط له بقى اوبسيفاير وحاطط له برايزنج ايجنت علشان يغطي على اللون بتاعه. فبالحالة دي استخدام السليلوز برضو بيتأثر بنسبة الاملاح اللي موجود، لكن من الحاجات اللي يمكن استخدامها. يبقى كده ممكن استخدم الاملاح، تاني حاجة استخدم البوليمرات، ثالث حاجة استخدم السليلوز. طيب رابع حاجة وأحسن طريقة وأفضل طريقة هي رفع المادة الفعالة نفسها، يعني الكونسنتريشن بتاع المواد الفعالة اللي أنا بستخدمها بيتم رفع النسبة بتاعتها، بدل ما هي تبقى 5% تبقى 10%، بدل ما تبقى 10% تبقى 15%. كل ما بزود نسبة السيرفكتنت اللي موجودة في السيستم أو موجودة في المنتج بيتم رفع اللزوج. مش كده وبس، كمان إضافة أنواع متعددة من السيرفكتنت في نفس المنتج بيساهم إلى حد كبير في رفع اللزوجة والوصول للزوجة المطلوبة والشكل اللي أنا عايزه من غير إضافة أملاح أو بوليمرات أو سيليلوز. يعني لما أعمل بليند أو خليط ما بين الأنيونيك سيرفكتنت والنون أيونيك سيرفكتنت ده بيديني لزوجة للمنتج بتاعي بدون إضافة أملاح وبدون إضافة أي نوع من أنواع المواد اللي بترفع اللزوج. يبقى في عندي 5 طرق، أول حاجة السيليلوز، الأملاح، البوليمرات، زيادة نسبة المادة الفعالة الأنيونية، عمل خليط ما بين المواد الفعالة الأنيونية والنون ايونيك او السيرفكتنت اللي ما عليهوش شحنات، ده بيساهم في حد كبير ان هو يرفع اللزوجه ونقدر نحصل على منتج خالي من الاملاح وخالي من البوليمرات. يلا بينا نعمل العملي ونشوف ازاي ده هيتحقق على ارض الواقع.